السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ايدو سامودي. هذا النهار ان شاء الله نتحدث عن الموضوع في الحقيقة بعيد على التربية ديال الأرانب، ولكن هو داخل في النطاق ديالها، هو في الحقيقة الجانب الروحاني، يعني كيفاش العلاقة ديالك مع الله باش هاد الأرانب ديالك يصدقوا. وكما هما يعني في حلقات سابقة قلت لكم أنهم ما خصهمش يتنظروا، يعني ما خصش شي واحد يدخل ويشوفهم، يكون براني وخا يكون هو مزيان مع الله ولكن ما خصوش يدخل يشوفهم. سبحان الله، هما دايرين هكا كيخافوا من العين. كاين جانب اخر وهو التزكيه، يعني الصدقه عليهم هما، يعني منين تكونوا مثلا مسك عليكم الله، كاينين خلفات، خلفه مور الخلفه، خلفه مور الخلفه، حسيتوا بداك الشيء كيصدق كيكبر، شديتوا الحرفه مزيان، بدا داك الشيء كيتمشى، صافي الامور ولات مريقله. ولكن كاين واحد الجانب وهو هما، يعني باش كي الله كي يبارك فيهم خاصكم ديروا الصدقه. يعني هذه هي في الحقيقه، منين انا سولت، يعني سولت الناس مختصين في الموضوع، يعني واحد الفقيه قال لك لا، هما ماشي لدرجه ان غادي تزكي عليهم، ما تخرج تزكي عليهم، انما باقي ما كيوصلوش، لان العدد اللي عندك نتايا المربين العاديين يعني ما دايزاش فيهم، ما تقدرش تزكي عليهم، ما تخرجش عليهم يعني الزكاة. وإنما كاين واحد القضية وهو الجانب الروحاني بينك وبين الله، اسمه هو أنك مثلا منين تكون بعتي شي حاجة تقول، منين تكون كتصلي تقول له يا سيدي ربي راك كتعاوني في هذا المشروع، أنا غادي نخرج واحد الصدقة. ومنين تبغي تعطيها لهذاك المسكين تقول له مثلا، تقول في نفسك هذه الصدقة راني خرجتها على حساب المشروع اللي راني داير ديال ديك القنينات باش الله يبارك فيهم. ملي كديرها سبحان الله، الله كيزيد لك في ما كتبقاش عندك المشاكل، ما كيمرضوش، كيكبروا دغيا كاع ديك المشاكل اللي هضرنا عليها، كل شيء سبحان الله كتقاد. هذا الشيء يعني كثقة في النفس ديالك، انك بينك وبين الله غادي تقول باللي انايا هذا الشيء الا مشيت حتى شديت فلوس ودرتها في جيبي راه شي حاجه ماشي هي هذيك. اما الا شديت فلوسهم وخرجت غير شي حاجه قليله، واخا غير 5 دراهم ولا 2 دراهم 3 دراهم، وتقولها تقول في نفسك باللي هذه خرجها على حساب هذاك القن مثلا اللي بعت، مثلا غادي تبيعو بواحد 100 درهم 150 درهم، خرج عليه 5 دراهم ماشي مشكل، واحد 5 الخبزات ولا واحد المسكين كتعرفو مسكين ما عندوش، اعطيه عليه هذيك الصدقه وقول هادو يعني باش الله يبارك لي في هذاك القنين اللي بعت، ولا يبارك لي في الفلوس اللي راني كنشد، الرزق اللي كي 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 كناخد عليه على هذاك الارنب اللي بعت. ولا المهم هذه بالتجربه بينكم وبين الله، صدقوا خرجوا. هي ما كتسمى الزكاه، قال لك باقي الناس المختصين قال لك ما ماشي انت عندك مثلا واحد المزرعه ديال الارانب، ولا عندك واحد يعني مشروع صغير، ولكن واخا مشروع صغير خرجوا الصدقه على هاد القنينات. منين تحسوا براسكم يعني بدا هما سبحان الله، هاد الارانب منين كيتلفوا في خطره، ومنين كيتصوبوا في خطره، منين كيكونوا يعني صافي بداو كيولدوا، صافي حتى الاخرين ديك النسوات الاخرين حتى هي كتبقى تولد، بحال اللي كيغيروا من بعضياتهم، ولا المهم ما مفهومش داك الشيء كيفاش داير. المهم منين كيتصلحوا في خطره، منين هي يمكن يقدر يكون الجو كيغلب عليهم، كيوليو عندهم مشاكل، كيوليو كاملين عندهم مشاكل. راه الا كنتو متبعين هاد القطاع هذا غادي تلاحظوها، ان منين وحده مثلا كترمي ولادها تاخرى حتى هي كترمي، يمكن القضيه ديال الجو. وانما ملي كيتصلح الامور ديالهم كونوا متيقنين على ان الله كييسر فيهم، وكي يعني كيعطيك واحد الرزق. ملي نتايا درتي واحد المجهود، درتي شريتي قناين كتنقي عليهم، كتسول الدوايات منها، مسائل كامله مزيانه، ولكن ملي كييسر الله خاصك تفكر باللي راك خاصك تكون عندك واحد العلاقه مع الله، انك تعطي عليهم اي حاجه بعتيها خرج عليها ولو مبلغ قليل. المهم كتسمى نتايا قلتي بلي انا خرجت على هذا الشيء اللي بعت، يعني حتى تبيعوا شي حاجه، واخا تبيعوا بيعه واحده
خرجوا عليها، قولوا انني انايا هذه نخرجها في سبيل الله، راها على هذه صدقه على ذوك القنينات باش الله يبارك لي فيهم، وكونوا متقنين ان الله غادي يبارك لكم فيهم، وغادي يزيد ويزيد ويزيد، وما كاين غير خير ان شاء الله في القدام. اذا هذه هي الحلقه ديال هذا النهار اللي بغيت نديرها، وراها ماشي غير حلقه يعني دايزه، وانما راها مهمه، في المشروع ديال الانانيب راها مهمه بزاف، انهم هذوك القناين يولي عندهم علاقه مع الله، يعني مش كمشروع صغير ولو مشروع بسيط، ما تحقروش انه مشروع بسيط، المهم انه كيعطي. كاين الناس اللي هضرت معاهم في الموضوع، قال لك هو انايا كان غير كان ندير غير كناكل اللحم ديالهم ما كنبيعهمش، ولكن واخا هكاك حتى اللحم ديالهم راه خاصك تخرج عليه صدقه، تقول باللي انايا هذا اللحم راه نقدر نشريه، مثلا نشري ديال الماعز، ولا نشري ديال الغنم.